مقطع فيديوي مصور استفز العراقيين صغارا وكبارا بعدما تم تناقله في صفحات السوشيال ميديا. فيديو أثار الغضب والشك والجدال أيضا بعدما ظهر فيه شاب قيل أنه من محافظة كربلاء. ظهر هذا الشاب وهو يرتدي فستان زفاف عروسة يتجول مع رجل آخر في كربلاء برفقته ذلك الشاب وفي شارع السناتر وسط المحافظة، ما سبب استغراب الجميع والازدحام والفوضى حول ما حصل. هل يعقل أن يكون هذا زفاف؟ لنشاهد، ربما ستكون للقصة بقية. حقيقة لم يتسنى لنا معرفة حقيقة ما حصل. هل هؤلاء الشباب يمثلون؟ لا أعرف إن كانت حقيقة أم لا. هل هي بداية لدخول المثلية إلى العراق مثلا بهذا الشكل وبهذه الجرأة؟ الناشطون في منصات التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطع الفيديو المصور لهذا الشاب واعتبروا أن ظهوره بهذه الطريقة الغريبة والجريئة غير لائقة في مجتمع محافظ كالعراق، المجتمع العراقي الذي اعتاد على الأعراف والتقاليد. وأيضا هنا كثرت الروايات حول مقطع الفيديو المصور. بعض الناشطين أكدوا أن ما شاهدوه هو زواج مثلي. بالفعل الشاب تزوج من صديقه وكانا يحتفلان بزفافهما، وعند تواجههما إلى الفندق تفاجأ مالك الفندق بالنظر لما حصل، ما دفعه للاتصال بقوة أمنية، وفور قدومها كما شاهدنا تم إلقاء القبض على الشابين. الرواية الثانية تقول والمتداولة بين الناشطين، هناك من ذكر أن الشاب الذي يبلغ من العمر نحو 19 عاما كان فعله هذا مجرد خدعة أو مسحة لا أكثر للوصول إلى حبيبته. هذه الرواية كانت الأكثر استبعادا من عقول العراقيين الذين أكدوا أن تصرف هذا الشاب أو هذا الشاب ليس بالغريب في ظل كثرة انتشار حالات زفاف كما توصف بالشواذ في مجتمعنا. ردود أفعال وتعليقات كثيرة في السوشيال ميديا رصدناها لكم، والبداية مع تعليق لنوارة محمد. تقول نوارة في تعليقها على هذه الحادثة الغريبة حقيقة، هذا هم حاسبي على الولد، حسبي الله ونعم الوكيل، والله قهر في بلد الإسلام هيك يصير، وبلد مليان مراقد أئمة وأنبياء، معقولة هذا سبب الانحلال الأخلاقي والابتعاد عن شرع الله؟ بس أقولكم وين العريس؟ هسه العروسة واضحة. العريس بس لا أبو دجداشة، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تعليق من أمجد السيد يقول، أمجد هاي شنو صدوك كذب؟ يقول قبر لفة بدل ما يروح يشوف له شغلة ويشتغل قبر. إيه والله هاي عود النبي نوح مصعد الزينين بالسفينة وهيك صار بحالنا. عموما التعليق لا أستطيع أن أقرأ البقية، عموما هو يقول شلون بينا. أيضا تعليق آخر أيضا يقول أرين لهرين، لا إله إلا الله، والله ما ندري هاي النماذج منين تجي، وين محافظ كربلاء؟ خلي يوقف الهجرة لكربلاء، صير مثل محافظ النجف، أي غريب ما يسكن المحافظة. وبعدين هالسوالف تجي من كثرة تعاطي الشباب للمخدرات والكريستال دون أي رادع أو حساب. تعليق آخر من حيدر يقول، حيدر كان قبل انضباط العسكري أي واحد شعره طويل أو زلفة طويل يحلق بالشارع، هسه ماكو حساب، من أمن العقاب أساء الأدب، ونعيش ونشوف.